إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون، من أخص خصائص العبودية الافتقار المطلق إلى الله عز وجل، فهو حقيقة العبودية ولبها. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالافتقار إلى الله تبارك وتعالى أن يجرد العبد نفسه من كل حظوظها وأهوائها، ويقبل بكليته على ربه عز وجل متذللا بين يديه، مستسلما لأمره ونهيه، متعلقا قلبه بمحبته وطاعته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: النسك هو العناية بالسرائر وإخراج ما سوى الله عز وجل من القلب. عباد الله، المتأمل في جميع أنواع العبادة القلبية منها والعملية يرى أن الافتقار فيها إلى الله هي الصفة الجامعة لها، فبقدر افتقار العبد فيها إلى الله يكون أثرها في قلبه ونفعها له في الدنيا والآخرة. وحسبك أن تتأمل في الصلاة أعظم الأركان العملية، فالعبد المؤمن يقف بين يدي ربه في سكينة، خاشعًا متذللًا خافضًا رأسه، ينظر إلى موضع سجوده. وأشرف مقامات الذلة والافتقار أن يطأطئ العبد رأسه بالركوع، ويعفر جبهته بالتراب مستجيرًا بالله منيبًا إليه. وفي ذلك دلالة جلية على تعظيم الله تعالى وترك ما سواه. إن هذه المنزلة الجليلة التي يصل إليها القلب هي سر حياته وأساس إقباله على ربه، فالافتقار حاد يحد العبد إلى ملازمة التقوى ومداومة الطاعة، ويتحقق ذلك بأمرين متلازمين: أولهما إدراك عظمة الخالق وكماله وغناه، والثاني إدراك ضعف المخلوق وعجزه وحاجته. أيها المسلمون، لتحقيق الافتقار إلى الله تبارك وتعالى لا بد للعبد من التحلي بصفات العبودية التي تزيد افتقاره إلى مولاه وتقربه إلى ولايته وعنايته. فأولها التذلل لله تبارك وتعالى غاية الذل مع غاية المحبة، فالمؤمن يسلم نفسه لربه منكسرًا بين يديه، متذللًا لعظمته، مقدِّمًا محبَّته سبحانه على كل محبة. ومن كانت هذه حاله وجدته وقافًا عند حدود الله، مقبلًا على طاعته، ملتزمًا بأمره ونهيه، فثمرة الذل ألا يتقدَّم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مهتدياً بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
وقوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الحسن رضي الله عنه: ما ضربت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا نهضت على قدمي حتى أنظر أعلى طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت. ومن روافد الافتقار إلى الله تعالى التعلق بالله وبمحبوباته، فشعور العبد بفقره وحاجته إلى ربه عز وجل يدفعه إلى الاستكانة له والإنابة إليه، ويتعلق قلبه بذكره وحمده والثناء عليه والالتزام مرضاته والامتثال لمحبوباته. فتجد من هذا حاله وإن كان مريضاً ملقاً على السرير من شدة المرض يحمد الله ويثني عليه ويشكره، وهذا من تمام تعلق القلب بالله وافتقاره إلى مولاه. قال بعض الصالحين: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. ولهذا ترى العبد الذي تعلق قلبه بربه وإن اشتغل في بيعه وشرائه أو مع أهله وولده مقيماً على طاعة الله، مقدماً محبوباته على محبوبات نفسه وأهوائها، لا تلهيه زخارف الدنيا عن مرضات ربه، ولا يرى لنفسه حقاً على أحد، ولا يرى لنفسه فضلاً على أحد. وكما قال بعض الصالحين: المؤمن لا يعاتب ولا يطالب. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. وهذا التعلق القلبي يشعرك أنه دائم الصلة بالله تعالى، دائم الاستحضار لأوامره، لا يشغله عن ذلك شاغل، ولا يصرفه عن ذلك صارف. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن علامات الافتقار إلى الله تعالى مداومة الذكر والاستغفار، فقلب العبد المؤمن عاكف على ذكر مولاه والثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في كل حال من أحواله، دائم التوبة والاستغفار عن الزلل والتقصير، يجد لذته وأنسه بتلاوة القرآن، ويرى راحته وسكينته بمناجاة الرحمن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عباد الله، إن مداومة الذكر والاستغفار علامة صادقة على الافتقار إلى الغني الجبار، فالعبد الذاكر لله يجتهد كل أوقاته في إظهار فاقته وحاجته وعجزه، ويمتلئ قلبه مسكنة وإخباتا، ويرفع يديه تذللا وإنابة، فهو ذاكر لله تعالى في كل شأنه، في حضره وسفره، ودخوله وخروجه، وأكله وشربه، ويقظته ونومه، لا يغفل ساعة عن الاستعانة بمولاه واللجأ إلى من يعلم سره ونجواه. ومقتضى ذلك أنه لا يركن إلى نفسه، ولا يطمئن إلى حوله وقوته، ولا يثق بماله وجاهه وصحته، ولسان حاله ومقاله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن علامات الافتقار إلى الله تعالى الوجل من عدم قبول العمل، فمع شدة إقبال العبد على الطاعات والتقرب إلى الله بأنواع القربات، إلا أنه مشفق على نفسه أشد الإشفاق، يخشى أن يحرم من القبول. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.